بلجيكا هولندا. بلجيكا هولندا. بلجيكا هولندا. لا يفصلهما سور، لا يفصلهما حاجز. 26 دولة أوروبية استطاعت أن تتفق وتتحد أنهم يلغوا ما يسمى بالجمارك وبنقاط التفتيش الحدودية، وبأنهم يفتحوا هذه الحدود بينهم. 26 دولة أوروبية كانوا متناحرين، متقاتلين، متباغضين من 100 سنة فقط، وبينهم حروب وصلت إلى الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية. ما هم طايقين بعض، خلافات في اللغة، خلافات في الفكر، خلافات في الدين، خلافات في المذاهب، واليوم استطاعوا أن يصلوا إلى هذا. فيزا واحدة فقط تدخلك كل هذه الدول. طب هذا ما يحتاج تفكر؟ ليه سووا كده؟ عندنا هنا بيت وقاطع في النص كده، هذه الحدود، هذه الحدود بين البلدين، علامة الإكس هذا، وجاي في نص الباب كده بلجيكا هولندا. وحتى رقم البيت، رقم البيت هذا، رقم البيت في بلجيكا رقم 2 وعليه علم بلجيكا هنا، وهنا رقم البيت في ايش؟ في العنوان الهولندي رقم 19 وعليه اعلام هولندا. نص بلجيكي ونص هولندي. فقعدنا نفكر مع فريق العمل، طب وبعدين احد سال طب هم بيدفعوا كهرباء لمين؟ بيدفعوا التليفون لمين؟ فروحنا دقينا على صاحبة البيت. في جرسين. في جرس في الجانب البلجيكي وجرس في الجانب انت نضرب الايش؟ بلجيكي؟ هاي هاو ار يو؟ ففتحت فسالت بتدفعوا كهرباء لمين انتم؟ فقالت لي ذيس سايد اوف ذا هاوس بندفع للحكومه البلجيكيه، والجزء ده من البيت بندفع للحكومه الايش؟ الهولندية، وبيحسبوا العد في عدادين. حتى الشارع ده تلاقيه مكسوم نصين، المباني هذه بلجيكا والمباني هذه هولندا. متى يفقه العالم العربي والإسلامي الآية القرآنية عندما ذكر الله سبحانه وتعالى بوضوح وبدقة: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم إيش؟ إذ كنتم أعداءا متناحرين وقاعدين تقاتلوا مع بعض، أعداءا، فألف بين قلوبكم، فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إيش؟ إخوانا. هذه نعمة، إخوانا. هذه الآية تطبق على مين اليوم؟ مين اللي كانوا من 40 سنة بتحاربوا وبتناقروا حروب عالمية واليوم صار ما في بينهم فيز وصاروا أقرب إلى الإخوان؟ اتفقوا وفهموا المبدأ الإنساني الأبدي: United we stand, divided we fall. متحدين نقف، متفرقين نسقط. حتى الشارع عفوا واقفين، وفي بين فرنسا واوروبا حتى ما في خط، ما في خط، يدوبك هي كده حديدايه كده حاطينها على الاسفلت كده، انه هذه معناها انه ايش؟ خلاص انتقلت من سويسرا لفرنسا كده، سويسرا وكده فرنسا. كمان يبين لك الفرق في الاسفلت، يقولوا نوعة جودة الاسفلت السويسري احسن من جودة الاسفلت الفرنسي. السيارة هذه فرنسية وهذا سويسري. وأقرأوا في تويتر وفيسبوك كلام الناس بينهم بين بعض، وشيء يعني حتى صار الواحد لما يبغى يهاجم أحد لا يهاجم فكره، أصبح الحوار كله شوفوه في تويتر وفيسبوك، ليس حوار فكري. إذا اختلف معك في الفكر ماذا دخل معك في إيش؟ في مذهبك. أوه أنت يا أخي اتكلم معايا بالفكر، لا لا أنت إخوانجي، أنت وهابي، أنت سلفي، أنت أصلك مدري إيش، أنت قبيلي، أنت خضيري، ذبحتونا. والله شيء يذبح، شيء يذبح ويقهر. خلاص يعني والله خلاص. شوف يا عمي، شوف العالم فين وصلوا. قرن 21 عام 2013 واحنا لسه قاعدين نتخان اسماء الدول. ما بقول، ما بتكلم الكلام الحالم يعني زي لزوم خلافه اسلاميه لا خلاص، ما في مشكله، ما في مشكله، كل دوله تحتفظ باسمها
وما في مشكلة، كل دولة تحتفظ بجنسيتها، ما عندنا مشكلة، يفضل الجواز المصري والسعودي والمغربي والتونسي، وكل واحد لون، وكل واحد في كرسي. يعني رئيس الوزراء السويسري موجود، ورئيس الوزراء الفرنسي موجود، الاثنين موجودين والاثنين جالسين على كراسيهم. ولكن مع هذا، مع احتفاظ الفرنسي بجنسيته والسويسري بجنسيته، ومع افتخار السويسري بأنه سويسري، مفتخر هو في سويسري وهو ما يبغى يصير فرنسي، مع وجود هذا كله، ولكن لا يمنع أنه تحصل وحدة في العملة، تحصل وحدة في الحدود، تحصل وحدة في الفيز في هذه المنطقة، ولمصلحة الشعوب كلها. وعلى هذا المطر وعلى الغيث من الله سبحانه وتعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى أنه ينزل غيث الرحمة والتعايش والألفة والمحبة بين كل العالم العربي والإسلامي بإذنه تعالى، في القلوب كده تنزل رحمة وشفقة وحرص على حياة الفرد في العالم العربي لما فيه مصلحة الكل إن شاء الله.